بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للشعر، نظمت ثانوية يوسف بن تاشفين معرض تشكيلي قام به مجموعة من التلاميذ الثانوية احتفاء بهذا اليوم. نبدأ باللوحة الأولى، هدى بالحاج تلميذة عبرت عن الحالة التي تعيشها الأرض باختناق كبير من طرف ما ينبعث من غازات سامة. المعرض كله عبارة عن اهتمام بالبيئة. هدى بن الحاج والاهتمام بالبيئة، نفس الشيء رضوان الحارثي هنا يعبر عن تناقص الأكسجين في الطبيعة، بحيث أن الإنسان يحتاج إلى أن يحمل شجرة كي يتنفس من الأكسجين التي تنبعث من الشجرة. هذا عمل حر بالنسبة لندى بالغمي. عبد الواحد العيش، هذا عمل استلهمه من لوحة عن الطبيعة وكيف آلت إليه الحالة البيئية بالنسبة للكرة الأرضية التي تتألم من كثرة الانبعاثات الغازية إلى غير ذلك. نفس الشيء هنا لوحة لدعاء شهاب، غابت الطبيعة وأصبح الإنسان يدرس الطبيعة كأنها لم تكن أو كانت واندثرت. هذا عمل لتلميذ العلوي خليل، يريد أن يبرهن هنا على أن استعمال الدخان أو السيجارة ليس بالضرورة هو ما تحمله هذه العلبة، بل هذه العلبة يمكن أن تحمل ألوانا وفنا وليس سيجارة أو إلى آخره. هذا عمل عن القراءة، ورشة القراءة في الثانوية يوسف بن تاشفين كذلك تحتفي بهذا العمل. نرى هنا امرأة تحمل كتاب، تقرأ كتاب وتحمل عدة كتب معها في الطريق. هذا عمل قمت به في الثانوية وهو بعيد عن البيئة، وإنما يمثل الخط العربي، الخط الكوفي. هذا عمل غير مكتمل. هنا نرى الخط الكوفي على خلفية طبيعية. هذا عمل عن الطبيعة أيضا، ونرى إنسان كل همه هو ربح المال عن طريق استعمال الأرض كمورد للرزق بأي وسيلة كانت. هنا نرى الأرض، كل الأرض وهي تتلاشى تندثر تحت تأثير الانبعاثات عن طريق الغازات السامة إلى آخره. وهذا احتفاء بالنسبة للثانوية يوسف بن تاشفين عن طريق هذه الورشة التي استطاعت أن تهيئ هذا المعرض لهذا اليوم الذي يحتفي به العالم كله. وشكرا.